أحبتي جميعا صباح الخير. في هذا النهار يلي فيه كنيستنا بتعيد لحبل القديسة حني بوالدة الإله باكورة سر الخلاص، منقدم لكم جميعا كهني علمانيين ومؤسسات في هاي الأبرشية العكوية المحبوبة من الرب هذا الفيلم القصير لنخبركم عن بداية مشروع للموقع الإلكتروني للأبرشية يلي فيه رح نتواصل معكم في كل ما يتعلق بأخبار الأبرشية بالإيمان المسيحي وكل ما هو لخير وخلاص المؤمنين جميعا، شباب، صبايا، أطفال، شيوخ، مؤسسات، لنخبركم عن يسوع المسيح، حياته، تعليمه، كل ما يتعلق بأخبار هاي الأبرشية وأخبار العالم المسيحي. هالموقع يلي تعاملنا فيه مع خبراء هو عبارة عن تاريخ الأبرشية يلي اليوم نحنا منحطها بين إيديكو. هالموقع رح يكون فيه بتواصل معكو لنخبركو عن راعي الأبرشية، مشاريعه، مشاريع الأبرشية بشكل عام، لتقدروا أنتو كمان تتواصلوا معنا في كل ما يتعلق بحياتكو الرعوية والشخصية. وطبعا هذا الموقع هو لخدمة الأبرشية والأبناء. راح يكون فيه العديد من الصفحات، إن كان الإيمانية، الاجتماعية، المقالات المفيدة لخير المؤمنين، وأيضا أخبار عن هذا الجليل المبارك وأخبار الشرق الأوسط وأيضا الأخبار العالمية. هالموقع الإلكتروني هو واحد من مواقع التواصل الاجتماعي الحديث، أسوة بكتير من المواقع ووسائل التواصل اللي رح نستعملها كمان لاحقا. هالموقع هو لخدمة أولادنا، شبابنا، صبايانا، أطفالنا، كيف قلنا، لا يقدروا يتواصلوا معنا ويتعمقوا أكثر بإيمانهم المسيحي ومعرفتهم بشخص يسوع المسيح. نتأمل أن يكون هذا الموقع بداية مسيرة جديدة يلي فيها بالأخير نقدر نخدم هاي الأبرشية وهذا الجليل المبارك. شكرا لكم.